ولتعليق على هذا الموضوع من بيروت ينضم الينا السيد اسعد بشاره الكاتب والمحل السياسي. اهلا بك سيد بشاره يعني اعاده فتح معبر القنيطره بهضبه الجولان المحتل بعد اربع سنوات من الاغلاق كيف تعلق على ذلك ولكن بما ان الجانب الامريكي هو من اعلن عنه حتى الان وليس الجانب السوري. عوده قوات الاندوف الى لعب دورها بفعل يعني اتفاقيه فك الاشتباك التي وقعت في العام 74 بين سوريا واسرائيل هو اعلان عن العوده الى ما قبل العام 2011 في هذه المنطقه طبعا مجرد استعاده قوات الامم المتحده دورها في معبر القنيطره آه هذا يعني ان كلا من اسرائيل والنظام في سوريا قد ارتأيا ان من المصلحه استعاده دور الامم المتحده اسرائيل لعده اسباب اولها انها حققت هدف ابعاد آه القوات الايرانيه وقوات حزب الله عن الحدود مع الجولان المحتل والنظام السوري ايضا له مصلحه كبرى في العوده الى مرحله ما قبل العام 2011 لذلك المتوقع أن تسري يعني. هذه الاتفاقية الميدانية وأن تستقبل قوات حفظ السلام عملها كما كان نعم. في السابق. طيب سيد بشارة ليبرمان كان قد تحدث عن هذا الفتح وقال أن الكرة بملعب سوريا الآن يعني هل تتفق مع التحليل الذي يرى بأن فتح هذا المعبر جاء استجابة لزعيم الطائفة الدرزية بإسرائيل بعد زيارته للسويداء أم أنه تم الفتح بعد الاتفاق بين دمشق والشرطة؟ السوريه الروسيه المتواجده بالجنوب السوري وكذلك اسرائيل لا ننفي لعامل تواجد الطائفه الدرزيه داخل الجولان المحتل وداخل السويداء هذه الطائفه منتشره على بقعه ما بين فلسطين المحتله ولبنان وسوريا وللدروس في اسرائيل قوه وتاثير مهم في المجتمع الاسرائيلي لكن لا اعتقد ان هذا الامر مرتبط بهذا الشيء الامر مرتبط بان اسرائيل ارادت ان تعود الي الاتفاق القديم الي اتفاقيه فك الاشتباك وباعتقادي ان النظام في سوريا ايضا وافق بضمانه روسيه وغطاء روسي هم. علي ان يضمن الامن علي جانب الجولان المحتل كما كان الوضع في السابق لذلك اعتقد ان هذا اتفاق كبير واستراتيجي لا يعني يعني قرب التوصل إلى جلوس على طاولة مفاوضات حول التسوية بين إسرائيل وسوريا لكنه يعني تثبيت أستاتيكو الحالي مم. على جانبى الحدود يعني بعد أعتقد التحليلات أيضا نعم. أن فضلي نعم. فضلي فضلي. سيد بشرة يعني بعد التحليلات أيضا تقول أن الجميع سيجني ثمار هذا الفتح فتح المعبر ولكن من المستفيد أكثر من فتح المعبر مرة أخرى انا باعتقادي ان اسرائيل هي المستفيد، روسيا طبعا هي المستفيد الكبير لانها رغم اسقاط طائراتها واتهام اسرائيل باسقاط بالتسبب باسقاط هذه الطائره لا تزال ترتبط بعلاقه كبيره مع اسرائيل من خلال ادارتها للوضع في سوريا ومساعدتها النظام. النظام ايضا مستفيد لان على ما يبدو النظام في المرحله السابقه لم يكن يحبذ ان تذهب ايران التي قاتلت على ارض سوريا لكي تحافظ عليها، لم يكن يحبذ ان تذهب الى هز الاستقرار على طرفي الحدود، هذا الاستقرار الذي كان سائدا منذ العام 1974. انا احب ان اطرح سؤالا هنا، هل ان هذا التنسيق الذي ترجم بعوده قوات الاندوف الامم المتحده الى معبر القنيطره سيؤدي الى وقف الغارات الاسرائيليه داخل العمق السوري؟ هذا ما يجب ان نترقبه ولكن اجزم ان اسرائيل تخطط لاستئناف هذه الغارات مستهدفه حصرا التواجد الايراني داخل سوريا وليس بنيه النظام ربما الايام المقبله كفيله بالرد على ذلك شكرا جزيلا لك سيد اسعد بشاره الكاتب والمحلل السياسي